يسعد صباحكم مشاهدينا الكرام من جديد، وصلنا إلى المحور الأول من حلقتنا لهذا اليوم. من الرافدين يرتوي عشقا لا ينتهي، أحساسه ينبض في عروق اللوحة ليلبسها حزنا وفرحة، مع الريشة يحملنا لمعاني قضاياها، تجمعنا تكلم أنامله الواقع لتحكي أعماله عن كل ذاع وشائع، أحداث بين خطوطه تذاع تجلب الأبصار والأسماء، يسافر بنا عبر الألوان لنطلع على الأعماق والوجدان. إنه رسام الكاركتير الواعد عبد الله مثيل. يسعد صباحك، نورتنا. يسعد صباحك، نورتنا. رمضان كريم. رمضان كريم. شلونك عبد الله؟ الحمد لله. عبد الله، شنو فن الكاركتير؟ إيش معنى هذا الفن اختاريته؟ اليوم عرفنا عن حضرتك، نريد فد شيء جدا بسيط. أول شيء عبد الله ميثم، أنا مهندس وفنان تشكيلي ورسام كاركتير. شلونك؟ سألتينا عن الكاركتير، ليش كاركتير بالذات؟ الكاركتير من أسهل المدارس الفنية اللي ممكن توصل للمتلقي. فتعرفين يوم إحنا عندنا هاي مواضيع بالمجتمع مالتنا، مواضيع سلبية أكو إيجابية، بس السلبية منتشرة بشكل أكبر. فأنا اتجهت للكاركتير حتى أوظف الرسم، إنه أوصل الأفكار للناس إن ممكن أغير ولو شيء بسيط بالمجتمع. فهذا كانت البداية. طيب، شلون اكتشفت اليوم نفسك؟ لربما إنه في بعض الأشخاص يكتشفون، أما العائلة أما المدرسة أما هم يكتشفون نفسهم. خلينا نقول أنا اكتشفت نفسي بالبداية، هي كانت موهبة. تقريبا عمر 4 سنين. وكان اكو دعم من العائله واكيد بالمدرسه ايضا. دائما لاحظين الرسام يكون له فد ميزه وحضور بالمدرسه او باي مكان يدخل به، بالذات درس الفن بالضبط. يسلط عليه الضوء. فهذا الشيء صار وياي من انا طفل. دخلت المدرسه فشفت الاضواء حلوه بصراحه، جذبتني يعني، فبقيت استمر انه انا اقدم اكثر واكثر الى ان زين. شنو اول رسمه رسمتها؟ لان فن الكاركتير هو رسم صعب، فشنو اللي رسمه اللي رسمتها؟ اول رسمه؟ اول رسمه حسب ما اتذكر كانت الشخصيه الدايسكي بجراندايزر. طيب، شنو ثاني احب اتابع؟ مسلسلات كرتونيه هوايه. حلو. طيب، فكانت اول رسمه هي الشخصيه الدايسكي. طيب. راح اسالك سؤال، لكن قبل كل شيء انت مبدئيا ضروري مثل ما ذكرنا بالكواليس انه راح تبلش برسمه، لانه الوقت حتى ما يداهمنا. فوانت تبلش بالرسمه انا راح استمر وياك استرسالا بالاسئله. تمام. عبد الله، مثل ما تعرف كلنا من احنا اطفال نحب نشخبط ونخطط ونسوي هاي التفاصيل. شنو منو الشخص، سوري، منو الشخص اللي كان ببالك انه تسوي اشياء مثل رسماته؟ او اكو في شخصيه معينه بكارتون او شخصيه انت كلش حابها وبلشت وقررت انه ترسمها؟ يعني الالهام. اوكي. نعم. هو البدايه كانت من الرسوم المتحركه. اوكي. نعم. انا كنت كلش متابع، يعني نهم خلينا نقول، انه اي مسلسل يطلع انجذب اليه. طيب. احاول ارسم الشخصيات حتى شنو، حتى تبقى عندي. نعم. لان ذيك الفتره ما كان اكو نت ولا كان اكو يعني ملصقات ان واحد يقدر يقتنيها ويخليها، فاتجهت للرسم حتى اخلي الشخصيات موجوده عندي. بس تباوع الشخصيه اللي الشخصية. انت حابها. كانت بالبدايه على التلفزيون، تلفزيون الشباب. نعم. تذكروه. وتروح الصوره. اصورها وراها الستلايت، كانت هاي التوقيف مال الشاشه. نعم. اوكي. طيب عبد الله، يعني مبدئيا عذرا للمقاطعه، انه ممكن احنا ماخذين نظره انه فن الكاركتير هو انتقاد لاي شيء احنا نشوفه، صح؟ فانت اليوم يعني وضح لي انه هل فن الكاركتير هو انتقاد بالفعل يعني لموضوعات فنيه او ممكن سياسيه او من الواقع العراقي؟ صح. وانت شنو اللي يخصك اكثر شيء؟ هو اكو خلينا نقول جانب من عده يختصون بالسياسه. نعم. النقد. طيب. السياسي. واكو الجانب الثاني اللي هو المجتمعي. واكو للمتعه، مجرد انه رسوم ساخره. نعم. هي هاي تكون للمتعه، فانا اتجهت للمجتمعي. حلو. مو ما نتجه للسياسي يعني بالبلد هنا، نحن نعرف المشاكل. نعم. طيب. فاتجهت للمجتمع وقدرت انه اثر على العالم اللي متابعيني من خلال السوشيال ميديا. من خلال السوشيال ميديا عندي تاثير كلش قوي صار، الحمد لله والشكر من توفيق رب العالمين. هاي رسمه، يعني احنا نلاحظ هسه الرسمات والكاركتير اللي موجوده على الشاشه. نعم. حلو. انت يعني منوع بين كارتون. صح. بين مجتمعي. نعم. بين وواضح الخيال. جدا واضح. كل تقريبا كل المجالات دخلت فيها. نعم. هاي من الواقع كلها لو خيال؟ هذه لا خيال. خيال. شنو اكثر شيء رسمته وشفت عليه تفاعل كلش قوي
وشفت عليه اكو كلام سلبي واكو كلام ايجابي، الناس مقسمه وقسمين دائما. صح. احنا بننزل شيء بوست او اي شيء على السوشيال ميديا نشوف انه الناس اللي تدعم هذا الموضوع البوست تحديدا، والناس البقيه لا يقول لك هذا الموضوع ما عجبني. فشنو اكثر صوره انت رسمتها او شيء او شخصيه انت رسمتها وكان الموضوع ترند بالنسبه لصفحتك داخل صفحتك، كان عليها الناس منقسمين الى قسمين؟ طبعا هو بعد حاليا مشتعل. البارحه نشرت بوست. حلو، شفت انا جيتك بالوقت الصحيح. البارحه صارت اكو حاله مال تحرش، ما اعرف اذا شفتوها او لا. نعم. ف مباشره موجوده هواي بصراحه، هي مو بس البارحه، لا بس البارحه انتشرت وحده. نعم، موجوده صح. أي. فهذه تطرقت لها انا. حلو. الاغلبيه اكيد داعمين للفكره مال الموضوع، بس اكو هواي ناس تنتقد. نعم، انتقدوا الشخصيه. ينتقدون انه ليش انت ترسم؟ خلي احنا الموضوع نشوفه غالبا التحرش. طيب. يقول لك بسبب لبس البنيه مثلا، انه ليش لابسه هيك، او يعني يغضون البصر، العفو، يغضون البصر عن الموضوع انه ممكن الانسان هذا هو متحرش مريض. صح. انا لا اباه بس على موضوع انه البنيه هي لابسه لبس غير مستور. طيب. نعم، لهذا التحرش. لهذا السبب. نعم. طيب خلينا بعيدين عن هذا الموضوع، خلينا نتكلم اليوم عن تراجع سلطه الصحافه، اثرت تاثير ممكن كبير على فن الكاركتير. بس سؤال ممكن؟ سلطة الصحافة. نعم. أثرت تأثير كبير على فن الكاركتير. أكيد. الصحافة الورقية. أكيد. خاصة. بس إحنا عندنا بالعراق قليل هذا الموضوع. يعني صحافة مو كلش مشتغلة. طيب. أكثر شيء حالياً مواقع التواصل يعني. نعم. طيب. عبد الله، أكيد أكو رواد مختصين بموضوع فن الكاريكاتير. نعم. منو هذول الرواد والفترة اللي انتشر بيها هذا الفن اليوم؟ حدثني عنها. عندنا الرواد، يعني أنا أكثر شخص لاحظته هو الفنان القدير ناجي العلي. نعم. كان فنان إلى اسمه وإلى سمعته. طيب. ومن خلال الأعمال مالته يعني إحنا قدرنا إنه نشوف هواي ناس طلعت للمجال مقتدين به. فهو كان يتطرق لهذه المواضيع الاجتماعية أيضا، مواضيع سياسية من عندها. حلو. فمثل ما قلت لك أكو مثلا ناس تتجه لموضوع السياسة. نعم. وأكو ناس لا، مجرد أن تختص بالاجتماع. أكيد كل شخص يعمل. نعم. مجاله. طيب خلينا نتكلم عن أهم المعارض أو المهرجانات اللي شاركت بها سواء في بغداد. نعم. أو محافظات العراق. أو ممكن أنه خارج العراق. خارج العراق يعني المشاركات كانت إلكترونية فقط. نعم. إنما بداخل العراق كان عندي العديد من المشاركات الحمد لله. طيب. وعلى مواقع التواصل أيضا. نعم. هسه حاليا شلون كانت ردة الفعل بالنسبة لرسماتك؟ نفس الشيء يعني. اكو الناس اللي تدعم. نعم. الفكره، اكو ناس اللي لا تحارب. وهو هذا الموضوع اللي دا نشوفه حاليا بالكاريكاتير، انه ممكن يكون مزعج للشخص اللي يدخل المجال. طيب انت يعني اهتميت بمجالك اكثر بصراحه لو يعني بدراستك، من يعني انت حضرتك قلت لي انت خريج هندسه. خريج هندسه. نعم. نعم. اهتميت بالرسم اكثر من الاختصاص الاكاديمي. ليش؟ شنو السبب؟ يعني الهواية هي اللي تجذب. نعم. الشغف. شنو الأنشطة اللي ممكن حضرتك اليوم تقدمها أو تسويها غير الفن أو غير الكاريكاتير؟ عندي الكتابة. أوكي. تعليق الصوتي. إيه سالفنا، حكينا اليوم، انطلق بعد بشخصيتك. خلينا شوية ترى لأنه هدى ترسم، إحنا ما نريد إلا هيك. الكتابة أنا اتجهت لها، وإن شاء الله عندي كتب راح تصدر قريبا. أوكي. الشعر أيضا والموسيقى. شنو تحب تكتب؟ الكتابات النصوص يعني لو الشعر بصورة عامة يعني شنو وين تحب تتوجه؟ الشعر توجهت للفصيح. أوكي. لأنه أحب الفصحى أكثر من اللهجة العامية. زين شنو رأيك؟ شنو رأيك وانت قاعد ترسم وإحنا قاعد ندردش وياك راح تقول لنا فشي كلش بسيط من الشعر؟ نعم. لا الشعر يعني ما بالي للنسبة. أوكي. والنصوص؟ طيب النصوص إذا يحضرني شيء. اكو نص قصير كتبته. نعم. دائما اكرره. انها في محلها كل تلك الاخطاء التي ارتكبتها. نعم. ليش هذا دائما ارجع له؟ لاني اوضح لي انه كل الاخطاء اللي انا مريتها هي كانت نتيجه او سبب العفو. نعم. للي انا وصلت له اليوم. صحيح. اللي انا صرت عليه. صحيح. فدائما هذا النص انا اكرره عند المتابعين. حلو. زين غالبا او في بعض الاحيان نشاهد انه فن الكاركتير يا اما يكون صامت يا اما موجود ويا ايضا تعليق. فأنت شنو تختص أكثر؟ تع...
التعليق قصدك صوتيا يعني؟ صوتيا او ممكن صوتياً يعني. الكتابه. انا الكتابه المقالات تعتبر يعني من الدواخل اللي كلش تدخل بموضوع الكاريكاتير. نعم. اذا شخص عنده موهبه الكتابه ككتابه المقالات ممكن انه يستغلها ويا الكاريكاتير. طيب. صوتيا ايضا يقدر يكتب ويعلق بصوته. انا حاليا اتجهت للرسوم المتحركه وقمت ادخل صوتي وياها. نعم. حلو. طيب عبد الله، احنا ما نريد نشغلك عن الرسمه بس بصراحه الدردشه وياك حلوه صارت. مثل ما تعرف احنا مختلفين عن افكار الغرب، دائما نشوف اكو اشياء بالنسبه لهم جدا مهمه وتاخذ صدى جدا كبير، لكن عندنا بعد فتره جدا كبيره وفتره جدا طويله يلا نكتشف الموضوع وتوصل لنا، ولو حبينا لو ما حبينا. نعم. فتشوف موضوع الكاريكاتير، فن الكاريكاتير اليوم ليش هسه يلا بلشنا نتقبله وهسه يلا بلشنا نحبه، رغم انه هو موجود بكل شخصيات الكرتون وبالمجلات وبالجرايد قبل فترات طويله. صح. يعني هو اول شيء بسبب مواقع التواصل حضورها القوي اللي صار. نعم. يعني قبل كانت بس بالصحف تشوفين مواضيع الكاريكاتير وقله اللي يقرون حاليا. صحيح. وحتى قبل يعني كان اكو قراء لكن مو بذاك العدد كلش كبير. مواقع التواصل هسه قدمت لنا فد خدمه كلش كبيره. يعني احنا مجتمعنا بهواي امور سلبيه، من دخل الانترنت دخل التشبه بالغرب ايضا طلعت عندنا هواي مواضيع ثانيه. فالكاريكاتير لانه بالبساطه ما ابتدى يوصل بقوه. صح. فانتشر بهذه الفترة أكثر من غير فترة. حلو. بما أنه أنت تتكلم أنه اليوم الرسام الكاركتير هو بسيط ويتكلم بقوة، طيب خلينا نتكلم اليوم رسام الكاركتير، هل هو محارب بالعراق؟ هاي نظرة خوف، هاي نظرة خوف بصراحة. أنا فهمتها لكن أريد ردة يعني رد من عندي. يعني على أي موضوع؟ ليس مو صامت، أريد على أي موضوع ممكن نتطرق له، يا أما نتهدد يا اما يصير علينا هجمات حتى لو اجتماعي. طيب اذا يعني اكو هناك هجمات او تهديد كلش يعني اليوم رسام الكاركتير يحتاج دعم، يعني معناته انه ماكو دعم. صح. صح. قبل تقريبا 4 أو 3 أيام كان عندنا لقاء ويا وزير الشباب والرياضه. طيب. فتطرقنا لهذا الموضوع، يعني انا تكلمت ويا حضرته. نعم. قلت له انه احنا نحتاج يعني فد باج او فد حمايه معينه تخصصوا لنا اياها من الوزاره. نعم. لانه يعني حتى على المواضيع الاجتماعيه قاعد نتهدد. وده يصير لنا مشاكل لو صار هجمات مثلا على الحساب حتى يضغطون الصفحه. ممكن يعني الصوره توصل بسرعه، يعني تنقل انت الصوره بالضبط. اي إيه. ومن الممكن لانه كلش قوي لانه يكون الموضوع دايركت وواضح بالنقد. نعم. طيب بالضبط. شنو المواضيع اللي حاب تتطرق لها هذه الفتره عبر السوشيال ميديا او عبر صفحتك او عبر كل رسماتك بالفترة اللي جاية غير الأشياء الاجتماعية؟ أو من الممكن يكون موضوع اجتماعي لكن تريد تسلط الضوء على شيء معين. موضوع العلاقات اللي بين الجنسين. يعني الزواج أو علاقة الحب أكو هواي سلبيات أنا أشوفها أو تصرفات خاطئة تخلي الإنسان يدخل بعلاقة سامة ويا الشريك. فهذه أنا أتطرق لها بالرسمات أيضا. طيب. حتى أوضح للمتابع شنو هي الطريقة الأصح أنه أنا أتعامل ويا شريكتي أو ويا شريكي. طيب. وشلون شنو تصرف الآخر اللي ممكن أسويه إذا زعلت من عندي أو إذا زعل من عندي أو إذا مثلا صارت مشكلة. نعم. يعني حتى خلافات. طيب. بين الأصدقاء. طيب. يعني عبد الله ممكن هذا الموضوع إلى حل أو عدة حلول. صح. لكن تعنيف الأطفال وتعنيف النساء. صح. هذا الموضوع تطرقت إليه؟ هذا الموضوع يعني جدا صعب، لانه هو الاساس مال صفحتي. تبي تقولي مواضيع غير الاجتماع. اي يعني. اي بالضبط. احنا دريد نسمع من حضرتك. فأنا الموضوع مال عندك التحرش، عندك الابتزاز، عندك الاغتصاب، عندك غلاء المعيشه، كل هذه الامور. حتى البطاله. نعم. طيب. الوضع كل هذه الامور مخدرات وغيرها. يعني تحدثت عن العلاقات السامه بين الجنسين. نعم. مبدئيا فن الكاريكاتير هل من الممكن انه يوصل فكره تامه وكامله وواضحه جدا وصريحه بهيك علاقات؟ يعني نعم. انت تشوف انه ممكن يوصل. أكيد. هاي الامور هي العلاقه السامه، اما تنهيها اما تنهيها. هو العلاقه السامه انا شنو اللي اوضحها؟ انا اوضح للشخص انه انت ممكن اكو شخص داخل بعلاقه سامه بس ما يدري بنفسه، يعني ما يعرف يقوم متمسك بهاي العلاقه. فانا اوضح له انه هذه ترى علاقه سامه. طيب. يعني انت اذا ما لقيت لها حل فيفضل انه تبتعد عنها.
بهالبساطة هذه. طيب بما أنه هذا الفن هو يعني فن جدا جميل وموجود بالعراق أو حتى خارج العراق، خلينا نتكلم عن فن ازدهار الكاركتير بالعراق. السبب اللي خلاه نعم يزدهر، السبب اللي خلاه يزدهر انتشاره. مثل ما قلت المواضيع اليوم اللي قاعد تنتشر عندنا، الكاركتير لأنه بسيط أنه يوصل كفكرة للمتلقي فخلاه ينتشر هذا الانتشار الرهيب حاليا. طيب. والناس تقبلته. اللي ممكن يختلف وياه هو اللي مس الموضوع، اللي مسته الرسمة، اللي حس أنه هو المقصود من هذه الرسمة، فهذا هو اللي يتهجم عليك. ممكن قد يقيم عليك دعوة إلى آخره. أو تهديدات حتى. مثل ما ذكرنا، فهذا السبب الأساسي يعني. طيب عبد الله، مثل ما تعرف انه هذا السؤال يمكن كلش هوايه نكرره احنا كاشخاص طبيعيين للفنانين، الوقت اللي تستغرق برسم لوحتك او الشخصيه اللي انت ترسمها، وشنو الاشياء اللي انت تستخدمها مثلا الاقلام الفرج المختلفه عن الرسمات الطبيعيه والباقيه؟ حاليا المواد اللي استخدمها هي مثل ما تشوفون الماركر والرسم الرقمي اتجهت له ايضا، اللي هو يكون بالايباد او بالحاسب. هذا حاليا هو يمكن سهل لك هذا الموضوع هوايه. كل شيء يعني تقريبا كل الادوات موجوده قدامك انت بجهاز او بشاشه. فهذا يعني حاليا هو الفن مال هذا العصر. السؤال الثاني كان ايش قد الوقت؟ الوقت تقريبا يعني اذا مثلا انا كلش رايد اخلص الرسمه من وقت واكو في موضوع ترند فحاول اخلصها بساعه. انما اذا على راحتي وما عندي شيء ممكن انا اقوم اوكي يومي. تستخدم الايباد لو تستخدم الرسم والورق؟ اكثر شيء على الايباد في حال انه بوست. طيب وانت شارك برسماتك في المعارض والمهرجانات، ممكن انه فن الكاركتير يحاط باطار؟ لو راح تحس انه اللوحه هي مخنوقه بالاطار ممكن بس تحسها انه راح توصل الصوره؟ الغالبيه لا. يعني حسب نوع الرسمه. ممكن اكو فن من الكاريكاتير او نوع من فن الكاريكاتير يتجه للواقع اكثر من ما هو كرتوني. بالفعل. فهذا اللي يلوق ويا انه انا احطه برواز او باطار. يعني الالوان اللي راح تستخدمها ايضا على الاطار. بالضبط. تحدد موضوع الرسمه. اكيد. شنو اكثر الالوان اللي تحب انه انت ترسم؟ الالوان لها يعني لها ابعاد نفسيه كلش هوايه. طبعا. فاليوم انا اذا اريد اوصل رسمه بيها غموض، بها عنف، بها اي شيء من هذه الامور السلبيه خلينا نقول، اتجه للالوان الغامقه اللي هو الاسود الازرق الاحمر القاتم كلش. احنا بصراحه مشوقين نشوف شنو الالوان تستخدمها. بس حاليا كملت ان شاء الله. اوكي. مثل ما تعرف عبد الله انه بالاونه الاخيره تسهلت كلش هوايه اشياء من خلال اللابتوب ومن خلال الايباد من خلال حتى التليفونات، خاصة الرسم، وخاصة اكو هواية اشياء بالرسم يمكن صارت اكثر واضحة بلوحة داخل لوحة مثل ما نشوف. في اليوم تتوقع الكمبيوتر وهذه الاجهزة حاولت انه تبين صورة جمال فن الكاركتر لو بالعكس؟ وصلت. نجحت بهذا الموضوع. اوكي. خلينا نقول يعني اكو اقسام كنا ما نقدر نوصل لها من الفن او فد نماذج ممكن انا شفت له على الرسم الورقي وحده ما اقدر اوصلها. صح. هسه مثل ما ذكرتي اكو مثلا الرسم بداخل اكو برامج واكو اشياء، هذا انا قاعد اتجه له. وايضا موضوع الرسومات المتحركه تقريبا صار لي 4 أيام انا من دخلت بيه، بس اشوفه كلش يعني نجح عندي بالحساب ووصل للمتابعين. اذا اتطرق لمواضيع العلاقات من خلال الرسومات المتحركه. طيب اكيد هناك بالعراق كثير من مدارس الكاركتير تدرس، عندك فد ملاحظات تحب تضيفها لهذه المدارس؟ او تتمنى انه انت تكون بهذه المدرسه حتى تدرس يعني هذا الموضوع اكثر؟ كملاحظات انا ما اقدر انطي يعني. اكيد الناس اللي موجوده مختصه. بس اذا شخص دخلي مثلا وقال عبد الله انا اريد ابلش بهذا الموضوع، طيب شنو اللي تنصحني؟ حاول قدر الامكان اخليه يتجه للمواضيع الهادفه. طيب. انه انا اقدم شيء للمجتمع. يعني حتى لو كانت الرسمه سيئه هو رساله بكل الاحوال، لازم بها رساله. لازم تكون بها فكره حتى لو كانت ما عنده الموهبه الكافيه. مجرد انه فكره هذه راح توصل للمتلقي. طيب هسه انا كملت الرسم ان شاء الله. نشوف الرسمه.
الاستقرار المادي. حلو، انت يعني ذكرت العنوان، لكن عبد الله اذكر لنا شنو تحمل هذه، اذكر لنا تفاصيل هذه اللوحه وخلينا تحمل هذه. هذا الشخص حاليا مثل ما رسمته شايل حقيبه، هذا الحقيبه بها شو؟ ممكن انه هو على الكاميرا. على الكاميرا تمام. طيب هذا الشخص شايل حقيبه. طيب الحقيبه بها خلينا نقول صخور، بها فد امور يعني مثقله على عاتقه. طيب فهموم الحياة، غلاء المعيشة، طيب، وغيرها من هذه الأمور، فده يحاول يصعد هذا السهم. إحنا نشوفه من يصعد الاقتصاد، الأسهم المالية من تصعد، المعيشة من يصير غالية على الشخص، نشوف هذه الأسهم دائما. فهو ده يحاول يسلقها وصولا إلى الاستقرار المادي، ده يريد يوصل لهذه النقطة حتى يعيش حالته، حتى يوصلهم لنقمة العيش. فهذا الموضوع مرتبط أكثر شيء برمضان، لأنه برمضان تشوفين يعني الأسعار تغلى، كل شيء نعم، تشوفين المعيشة صارت شوي أسعار، يعني هي راح تتكلم اليوم عن الوضع الاقتصادي بالضبط. طيب حبيت فكرة الصورة الكاريكاتير آني، لكن سوري هموسة، بس هذا السؤال كل شيء حبيت أنه أسألك إياه. بما أنه حكينا عن المادة وحكينا عن هذه التفاصيل، دائما نطمح إلى أن نوصل إلى دخل معين يكفينا ويكفي كل مسؤولياتنا، لكن اليوم فن الكاريكاتير تشوف من الفنون اللي ممكن يكون بها رزق ومعيشة، وهذه التفاصيل له أكو مجلات وأكو صحف بعد عافت هذا الموضوع وتخلت عنه، يعني بقى هسه فقط بالسوشيال ميديا. كصحف كانت قبل صار اكو تعاقدات طبعا اكيد ويا الرسام الكاريكاتير حتى ينشر عندهم، هسه لان الموضوع قل فمجرد صار اعتمادنا على السوشيال ميديا. وعندنا ممكن انا من الرسم مثلا، انا الرسم الواقعي مستغل اكثر من رسم الكاريكاتير، لانه يعني ممكن انا ادخل ب مدخل مادي يعني. ايضا موضوع الدورات، ممكن دورات رسم بالكاريكاتير او دورات رسم بالرسم الواقعي، صحيح، ايضا ممكن هذه تفيدني. بس موضوع التعاقدات ويا الصحف او ويا صفحات هذا كلش قليل صار عندنا. صح، شكرا لك، نورتنا. شكرا لكم. شكرا طبعا نورتنا، وان شاء الله لنا لقاء قريب، وكل التوفيق لك، وان شاء الله تبقى بنجوميه حلوه بالعراق. إذا مشاهدينا الكرام أكيد مستمرين وياكم، لكن هالمرة عندنا انتقال إلى زملائنا داخل الاستوديو نسمة زاكروس في إقليم كردستان. قايس الصباح يا أجين.